نختم هذه الجولة من التيار، وفيها نطالع حمدوك إجازة القانون الجديد للاستثمار يوفر بيئة جديدة لجذب المستثمرين الأجانب. أعلنت الحكومة الانتقالية أمس الأربعاء إجازة قانون جديد للاستثمار، وقال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن القانون الجديد يوفر بيئة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب. وأوضح حمدوك الذي كان يتحدث في منتدى تم عن طريق تقنية ويبر نظمته أمس عدة شركات سودانية وأمريكية أن حكومته وضعت استراتيجية اقتصادية تقوم على اعتبار القطاع الزراعي عمودا فقريا لنهضة الاقتصاد السوداني. يعني هل تأخر صدور هذا القانون برأيك؟ السودان مقبل الآن على مؤتمر باريس مايو المقبل، وهل المؤتمر معني بالاستثمار أو باستثمار أو إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه القوانين في تهيئة الجو، خصوصا أن وزير الاستثمار قبل فترة وجيزة جدا تحدث عن وجود التشريعي وأن هنالك قوانين يعيقها وجود المجلس التشريعي؟ القانون الأخير ينهي حالة من الركود وحالة من البطء في الإجراءات. قد تعلم أستاذ حزيفة أن تسجيل شركة جديدة قد يأخذ ستة شهور عشان تقدر تسجل لك شركة في السودان، رغم أنه عديد من دول الجوار لا يتطلب الأمر سوى 30 دقيقة وأنت معزز مكرم في مطارك في غرفة الضيافة في مطار الخرطوم يمكن أن تستلم شهادة تأسيس الشركة. القانون الجديد بيأتي لينهي الحالة بتاعت الجمود والتقاطعات الكثيرة في الاستثمار، بيوفر فرصة كبيرة وحماية للمستثمرين، وبيأتي أيضا كما تحدثت في إطار الاستعداد لمؤتمر أصدقاء السودان في باريس في 17 و18 مايو القادم. الحديث السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الذي عقد أمس المؤتمر الأسفيري أتى وسط وجود عدد من الشركات الكبرى في السودان وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في المؤتمر برفقته وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، وقدموا عدد من الضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار، وقدموا رؤية حول أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوداني، وأن التحول نحو التصنيع الزراعي سيكون هو المخرج حتى لا يصدر السودان المواد الخام. طيب، لما يكون رئيس الوزراء في تصريحه الرئيس أنه يضع القطاع الزراعي هو العمود الفقري والرافع للاقتصاد السوداني، ما الذي نحتاجه؟ وخاصة أنه الآن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل كبيرة جدا. الآن النيل الأبيض، الموسم الزراعي في النيل الأبيض مهدد بشكل كبير جدا من عطش كبير جدا، وقد يعني يكون في مشاكل كبيرة جدا. بشكل عام شنو نحن محتاجينه حتى يكون فعليا القطاع الزراعي هو الرافعة الأساسية للاقتصاد السوداني؟ محتاجين لدعم الزراعة برفع جميع الرسوم أو الجبايات أو الضرائب عنها باعتبارها هي المورد الذي لا ينضب، المورد الطبيعي الذي لا ينضب. يعني من البترول أخذ سنوات وانتهى، الذهب أيضا مورد ناضب، لكن الزراعة هي المورد الدائم الذي حب الله به السودان. السودان يملك 200 مليون فدان، المستغل منها الآن في حدود 65، أي ثلث المساحة المطلوب زراعتها. حتى 65 مليون كما تفضلت تعاني من مشاكل في الري، تعاني من مشاكل في وجود الوقود المحروقات، تعاني من مشاكل في الحصاد في الأيدي العاملة، تعاني من مشاكل في الأسمدة. مطلوب إنه تحرير الزراعة، ووزارة الزراعة أعلنت هذا الأمر في مؤتمر الزراعة القومي الشامل الذي عقد الأسبوع الماضي. مطلوب إنه إدارة البنك الزراعي تواكب المرحلة، إدارة البنك الزراعي غير مواكبة للمرحلة، يعاني المزارعين من وجود الشوالات عشان يجمعوا الموازين عشان يوزنوا. يعني القمح الآن في الجزيرة المزارعين أعلنوا إنهم عاوزين يوزنوه عشان يبيعوا للبنك الزراعي إلزاميا، لم يجدوا الموازين. مطلوب من السيد رئيس الوزراء وزير الزراعة رفع جميع الرسوم التي تعيق القطاع الزراعي، جعله هو أولوية استراتيجية في الصرف عبر توفير الوقود والكهرباء وغيرها. شكرا جزيلا أستاذ طاهر المعتصم الكاتب الصحفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. دوما ما زعت برفقتك أستاذ حزيفة، وشكرا لك وللفريق العامل. شكرا جزيلا.